قولك أورانا يا أول واجب على العبد أما على المكلف هو النظر وقول باطلة بالمرسل دينتي إلهي سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقطوعة هاي بالمرسل وحر لنا هاي وحل أمين كرمها قفك مسلمنا دينته وكتابك إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وبرامج كانت تلمامها دينتا وكل مدى إنكو سابسانا عطا إنتا مذهبك أشعريقا يسود أبا المرسية هاي وحويا وحيقا الكتاب السنة والفطرة السليمة وحكم إذا مخالفات كود ريابك له أول واجب على العبد وامحي. طبعا قضبك حلقات هورين كوشة يقنى سيكوبا لكن وينو فاهفاهيننا سيلو فهم مذهبك الحقادو ليه يحي مذهبك أسان هروشة يقنى ما قبل إليك عليه هنا وضد مسلمين أو قلطمي أهل السنة أن كتشرين أهل بدعة هذا بقى مذهبك أشعري محوك قبا قفك وحا أهر هي مركو سوى إسلامي وحا سارا وامحي ما إنو لا إله إلا الله يرهضا مركو دينتي سوق ليه مساء وإنو إلهي تريتان كيس الرهديو ilaahay inuu jiro yeyn kale inuu soo hubiyo miya inagu waxaanu qabnaa qofku markuu soo islaamay laa ilaaha illallah waa lagu islaama nabi maxamed sallallahu alayhi salatu wasallam markii dadku soo galeen laa ilaaha illallah buu qabin jiray shahaadada loo shahaadeen kale loo qabin jiray laakiin ash'aaradu waxay qabaan bal hadal kan ayaga qala ar-rasiy minhum man qala huwa al-ma'rifa wa minhum man qala huwa an-nadhar al-mufid lil-ma'rifa wa minhum man qala huwa al-qasd ila hadha an-nadhar wa hadha khilaf al-lafdhiy المحصل صفحة تضبيع فرت حليه هي أشاعرة ويسكو خلاف سين قالوا حليهن ومعرفنا وين الله كرته ما هي لا إله إلا أنا وين الله كرته وإلهي من قرنه قرشد إلهي من فطرة هين ما النظر المفيد للمعرفة ما هو إنه إلهي كرادي سبحانه وتعالى كاسو إلهي وكو قرنية ما القصد إلى هذا النظر وإنه قصدي وقعه رادينتن إلهي أورادني سبحانه وتعالى. لكن حليه خلاف لفظي بمعنى والنظر. يقول الجويني رحمه الله أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ والحلم شرعا وحوجه الرياقف عاقل كا أمير كقبة قانجاري مركو دم يسترى أما ودم يسترى أن تؤدي قانجار كا شرعها وحكوة تبي وحويا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم إنه قصديه إيجيتانك يبادي دونك صحرة إيكن سنسة إنه أقاده عالم كني إنه إلهي أبو ري الإرشاد صفحة كوب يطبع والله قفك إنه سويديه محي دريشدين آية القرآن بيدريشنين كو قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها طبعا ذي أمر بكتر انظروا وأمر والأمر يقتضي الوجوب لكن مغفك إسلام كسوكري على فرية بسيسيقو دهان بالله وفرية ضدك المسلمين تا إني تلعان وإيهدان دونك إله يسوع أبو ريس سبحانه وتعالى مركا دليلك يمدلوك ويكال بلارين إلهي وحلي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نبي صلى الله عليه وسلم آيات كاسي مركي سودي وكلها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها مركا دي وعيد بماشا كم مقرأي قفكي آيات كان آخرية إن كفيري فيرسن إن إيجين إن ركروجين دي واحد الماميسا إن وحويان أو دمي ليه لكن موحة المامسة قفكي إسلام كسوق لي إنه فعل كاسم أيه بس قفكي أخريا لوت شيء ده وحر لنا آيات كوي واتبين يا النظر لكن قفكي سوق لي كوي واتبين ما يان وحقه الرياء وقبنا يانا يدا نقطه كوي واتبين ما كان هذا ما يان آيات كانوا سوا آخر دمت المامة قفكي إسلام كسوق لي أما قفكي خان قاري مثل الماما يان كمان هلا يان إني واجب كنت هاي إنه بادي طونه وحويا وجود الله سبحانه وتعالى وأي وجود الله هو شيء فطري
وحين أجنحي آيات ضلا وإلهي قرآن كسوروري وحين جوه تبينية معنى هذا واحد تها قف كيسوي إسلامي على قرطبة قف كيسوي إسلامي وهل كوكب العبية سوى شيء واجبة طبعا شيء واجب مثلا يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا واحد المام يساق قف كيسوي إسلامي إنه قطوع كوكب العبية هلكن ده مايا النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا تنصنوا ينبيها عليها أفضل الصلاة والتسليم مركز صلى الله عليه وسلم يدك كورن شري سيرد والله تقنا يا الله إذا قلت قف كوري ما يركتين إلهي سبحانه وتعالى سور هذه مركه وراء سور هذه إلهي سبحانه وتعالى ما يركتين ما يميدان أرك ما نشرته معلوم قطعي ويا قف كصوص صلى الله عليه وسلم ينبي قوي ما دع عليه الصلاة والسلام وحقوقه مثل الشهادتين نبي يقول الصحابة دو حفري كنا وحقوه رأي ضدك أي دين تقارسين يعني هل نقضوا توحيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نكون واقعان معاذ رضي الله عنه مركو فري دعوة دي يسود أفا فيني مركو يمنتقي يمحو فري مع النظر بقى سياشا عرضوا قبال دي مايا وبدع في دين الله وبدعي كسو قاتل معتسلين سيد بن حجر رحمه الله فتح البارق أبو جعفر السمناني وكسو ورني نبي يقول معاذ محو كوري فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ابن حجر رحمه الله وحليه وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والحديث الواردة في ذلك ولا حجة فيها علي بن حجر العسقلاني قلوينك يري النظر وأول واجب وحيد للشدين آيات يا حديث تلماما يا نظر كل واجب يا لكن أول واجب أنا تلماما ولا حجة فيها وحجوه قلت أنا آيات كايد للشدين ما شرته لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظر لأن قلوينك له أول واجب معها مديد أن النظر كل واجب يه وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق الكلامية لكن واحد ينكريان إن إيمانك كنت أغنيه هاي إن الصامر وطلع كلامي أه النظر كود وكور رميه إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطا ابن تيمية رحمه الله وحليه والقرآن الكريم ليس فيه أن النظر أول واجبات ولا فيه إجاب النظر على كل أحد وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به بل هو واجب على كل من لم يؤدي واجبا إلا به وهذا صح الأقوال وحديع كرتا ذلك قائر كودو الشيخ كفرما وإلحاده قلي مركا كاسو كروا لوران كرا مركا هروا لقاقن عن كرا تريتانك إلهي كدبا شهاتينك اللغة بانكرا طبعا قفك استوى دي دينتا يقانا وارك كرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا مرنا بقانا دعين إنو عدو درائر هنتا إسلام كا أقبالي مايو إن النبي قرأ عليه الصلاة والسلام سيا شاعر هذا الشيء جيا سلام كأق قبل ما يدينك وانصح ما يسوا إلى الدليل أضوه شو إن هما يسنت هاي تريتان كإله سبحانه وتعالى هل كمر كي تاجن تاعي شاعر هذا وحسوي ديا قف كي تارك النظر محن قنا حكم كيسو تارك النظر محن قنا يا هذا ساقو بنتو ويسو خلاف سين قولين كيو دقار كده حقا وقال مركز أنا قلنا أغلب المسلمين وضميته حلالا قول كورانا يا أول واجب على العبد أما على المكلف هو النظر وقول باطلة بالمرسل دينة إلهي سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقطوعة هاي ظهر بالمرسل وحرلانا هاي بحل أمين كرمها قفك مسلمنا دي دينته وكتابك إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدا يقول أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.